قال رحمه الله: فصل في المعادة، واحسب عليه ابن أنا ما أبن عندي هذه الصفحة المعادة أصلا موجودة؟ ها؟ بعدها؟ أي نعم. طيب، قال رحمه الله: فصل في المعادة، واحسب المعادة هو أن نعد الإخوة على الجد، ما نقول له هؤلاء أشقاء أو لأب، لا، نقول هؤلاء إخوة ونعدهم عليه، وبعد أن يأخذ الجد نقسم المسألة كأن لم يكن فيها جد. الأشقاء مثلا إذا كانوا ذكور يحجب الأب، إذا الشقيقة تأخذ النصف والباقي له، يعني إشكال كبير. نعم. واحسب عليه ابن أب إن وجد فأعطي سهمه الشقيق أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة يعني شيء لا أهدم ولا هو أكرمكم الله، يعني بول متغير، فيجينا الشيخ سائد اليوم قال والله اليوم أنا تراني متكدر شوية، يعني ها تغير يعني شوية ما نصاف المزاج، وقال سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنها المذهب، تسمى أكدرية. صورة الأكدرية: زوج لا زوجة، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة أو لأب، هذه صورة الأكدرية تحفظ. زوج لا زوجة، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة. كان المفروض نعطي الزوج النصف والأم الثلث، ستة، ثلاثة للزوج اثنين للأم، يبقى واحد يأخذ الجد، صح؟ وقلنا السدس أقل حالة للجد مع أصحاب الفروض، أخذ السدس وانتهت المسألة. قال لا، إذا مع في المسألة أخت شقيقة أو لأب تصبح أكدرية، تكدر على المذهب، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. كملها من؟ الآن جاء معنا جد وذكر من؟ الأخت الشقيقة. زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي أي صاحبي، ترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعافي من دعا سعادة. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حريم، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. سبحان الله، كيف نعطيها النصف؟ قال اعطيها النصف. تعطيها النصف، ستة وثلاثة كم؟ تسعة، عالت المسألة. ثم بعد هذا يعودان للمقاسم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا تصح أبدا. طيب، ويعايا بها، ويعايا بها إيش يعني؟ يلغز بها. يقال ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، أخذ الأول ثلث التركة، والثاني ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مسألتنا قلنا الأولى من كم؟ من تسعة، ثلاثة للزوج وثلاثة الأخت الشقيقة واثنين للأم واحد للجد، صح؟ تمام، تسعة. ثم بعد هذا قال نريد نجعل الجد يقاسم الأخت الشقيقة أو لأب، مجموع السهام للجد والأخ لأب كم؟ واحد السدس وثلاثة الأخت الشقيقة، المجموع كم؟ أربعة. أربعة ما تنقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن لابد نضرب المسألة في كم؟ في ثلاثة رؤوسهم، الجد مع الأخت الشقيقة، الجد سهمين والأخت الشقيقة سهم أو لأب. نضرب إذن التسعة في كم؟ ثلاثة. في ثلاثة، صارت من كم المسألة؟ 27. الزوج أخذ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم أخذ اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، يبقى معنا أربعة في ثلاثة اثنين عشر. قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يأخذ ثمانية والأخت الشقيقة أو الأب تأخذ أربعة، انتهينا. طيب، مسألتنا من كم إذن الآن؟ 27. ثلث 27 كم؟ تسعة. أخذوا من؟ الزوج. إذن الأول أخذ ثلث التركة، هذا للزوج، يبقى معنا من 27 كم إذا أخذنا تسعة؟ 18. 18، تمام. 18 ثلثها
ستة أخذته الأم، تمام. إذا أخذنا من 18 ستة، يبقى معنا كم؟ 12، ثلثها أربعة أخذته الأخت الشقيقة أو الأب، الباقي كم؟ أخذ الجد. الأول أخذ الثلث، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مفهوم؟ لغز، وش أصنع؟ نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قلنا سميت بهذا الاسم لأن كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، غيرت المذهب وإشكال وباطلة عقلا ونقلا. نعم. قال رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا. أم صاحبة ثلث لا جدة. نعم. فافرض له السدس والنصف لها حتى لتسعة يكون عولها. إذا كانت من ستة وعالت إلى تسعة. نعم. وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. نعم. قال رحمه الله: والله أعلم. نعم.